أصبح الأفراد في هذا العصر أكثر عرضة للتشتت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه الوسائل قد تكون من أهم أسباب التباطؤ والتشتيت في العمل، وبالتالي شعور الأفراد بضعف الإنجاز والإحباط. وأفضل طريقة للتخلص من ذلك هي التركيز على مهمة واحدة، حيث يعتبر الحفاظ على مستوى التركيز والانشغال في المهمة تحديداً وتحدياً كبيراً، بالإضافة إلى أن الدافع الحقيقي وراء النجاح هو عقل الشخص. لذلك فإن الانضباط والتركيز يضمنان عدم وجود ما يمنع الشخص من الوصول لما يريد. نتعرض للكثير من الضغوطات والمشاكل في حياتنا العملية التي تجعلنا معرضين للاستفزاز، سواء من المدراء أو الزملاء أو حتى عامة الناس الذين يراجعون مقر العمل. لذلك لابد من محاولة ضبط الأعصاب والتعامل بأريحية وتجنب الوقوع في المشاكل وإبعاد المعوقات التي تحول بيننا وبين الانسجام في العمل مع كل المحيطين بنا، لأن بيئة العمل السليمة تكفل لنا الشعور بالراحة والمتعة في إنجاز العمل، وتجعلنا نشعر بتعب أقل وإتقان أكبر للعمل واكتساب احترام الجميع وتجنب حصول الفوضى والبطء في إنجاز المهمات. ويعد حديث الشخص عن ما يلاقيه خلال يومه من صعوبات في العمل أمراً مهماً جداً لأسباب مختلفة. فإن كان لديه مشكلة ما مع زميل في العمل، فإنها لن تحل إلا إن تمت مناقشة تلك المشكلة مع الطرف المعني. وإن كانت المشكلة تخص الشخص، فينصح بالأخذ بنصائح الآخرين. وفي حال وجود أفراد يتحدثون عن زملائهم في العمل بطريقة غير مقبولة، فيمكن التحدث مع قسم الموارد البشرية في العمل، وهم بدورهم سيتكفلون بحل المشكلة. وإن لم يتواجد هذا القسم في مكان العمل، فيمكن التوجه للإدارة مباشرة ومناقشة المشكلة. طبيعة البيئة المحيطة يساعد وجود أشخاص ناجحين حول الشخص على تحفيزه للوصول إلى ما يريد. كما قد يحدث العكس عند وجود أشخاص سلبيين في البيئة المحيطة به، فإن وجود مثل هؤلاء يخلق جوا من القلق والفتنة، الأمر الذي يجب تجنبه قدر الإمكان. وإن شعر شخص إنه غير سعيد في عمله، فعليه أن يتفحص حال المحيطين به في العمل أولاً، فمن الممكن أن يكون قد تأثر بمشاعرهم السلبية هذه. ولذلك لا يمكن أن يصل الشخص لمراتب أفضل وأعلى في الحياة إلا إن أحاط نفسه بالأشخاص الصحيحين وابتعد عن المحبطين. يمكن أن تتلاشى ثقة الفرد بنفسه عند حدوث مشكلة ما أو حال تعرضه لضغوطات شديدة في العمل، وقد يبدأ الشخص بالشك في قدراته وفي كل ما يقوم به، وقد يشعر بالذنب بلا سبب. ولكن هناك الكثير من النشاطات المفيدة التي يمكن للشخص فعلها لاسترجاع ثقته بقدراته، كالحصول على جلسات علاج أو التعاون مع مدرب شخصي لتلقي الدعم المطلوب، أو ببساطة الحصول على إجازة من العمل. ومن المهم جدا أن يكون الشخص صريحا مع نفسه لاختيار أفضل طريقة لمواجهة غياب الثقة في النفس.